انا راجل بطلع من بيتنا عشان اجيب 2 جنيه اكل بيهم، عشان ما مديش ايدي لحد، عشان ما اقولش لحد انا عايز، فبطلع اجيب لقمه عيش واقف بترابيزه شاي في الشارع. قلت اي حاجه اعملها. انا كنت راجل شغال ميكانيكي سيارات وكنت شغال، بس من بعد الحادثه اللي عملتها وتر مقطوع وايديا بايظه، ما خدتش حاجه من الشغل، خدت اصابه معايا العمر كله، هتعيش معايا العمر كله. ده اللي خلاني ان انا افكر اعمل ترابيزه شاي، ولا نمد ايدينا ونقف نمسح عربيات الشارع وكل شويه الحكومه تيجي تاخدنا ويقول لك ده الشعب متسول، ده الشعب مش عارف ايه، ده دولت من ضمن المتسولين. لا، انا الحمد لله رب العالمين. احسن ما مد ايدي لحد، احسن ما ابيع حاجه غلط، احسن ما اقف ابيع مخدرات على الشارع، احسن ما كل شويه ان انا اتخانق مع واحد ولا امسك فيه. وفكرت ان انا اجيب جنيه حلال، عشان احنا مش شايفين الامان في البلد دي، وعمرنا ما هنشوف فيها امان. يعني في الاخر انت مبسوط ولا مش مبسوط؟ انا بحمد ربنا على اللي انا فيه، ما فيش بقول الحمد لله. الف شكر لحضرتك استاذ علي الترعه، شكرا جزيلا.